حي قديم ومهمل على مدى سنوات طويلة هذا هو حال حي الاقتصاديين بعد أن شمل بخطة الإعمار لتنمية الأقاليم حيث ضمت الخطة ترميم وتأثيث الشوارع والأرصفة وإعادة تأهيل جميع البنى التحتية للمحافظة حيث طلب المواطنون بضرورة الحفاظ على جمالية المنطقة وعدم رمي النفايات طبعا الصراحه بالاونه الاخيره الناصريه شهدت اعمار ممتازه جميع الاعمار اللي اشتغلوا بها والمشاريع من سنه 2021 22 و 23 وطبعا احنا هسه بخصوص حي الاقتصاديين اللي تابع الى شركه نور الناظر انا من اهالي منطقه حي الاقتصاديين طبعا من 30 سنه هاي المنطقة كانت يعني اصلا سيارة ما تدخل بيها، دراجة ما تدخل بيها وعانينا احنا عانينا كلش هواية، يعني الحمد لله والشكر يعني هسه وين كانت وين صارت؟ بفضل يعني بفضل جهود الدكتور محمد هادي وبفضل جهود شركة نور الناظر، الله يحفظهم ان شاء الله، احنا نتمنى المزيد طبعا من المشاريع للناصرية خدمة، خدمة الصالح العام ورب يوفقكم ان شاء الله. أهالي المنطقة من جانبهم عبروا عن شكرهم للحكومة المحلية وللشركة المنفذة على إنجاز مناطقهم بسرعة إنجاز عالية بعد أن كانت مهملة منذ أكثر من عشرين سنة رغم كثرة الوعود من قبل الحكومات المتعاقبة السابقة بالنسبه منطقة حي الاقتصادي كانت تعاني من نقص الخدمات وتبليط ماكو مجاري ماي قليل هواي هواي مشاكل بيها بس الحمد لله والشكر المشروع كمل بالنسبه للمجاري الجديده وماي جديد تبليط ارصفه حلوه مرتبه اناره على الشارع العام سووا كملوها وان شاء الله ما ظل شيء يعني اكثر من 90% من المشروع بقى تحض... يعني التلحيظات قليله ويكمل المشروع ونشكر احنا ال... بالنسبه للجهات الحكوميه المحافظه المجلس البلد القيم مقام ولا تزال خطه الاعمار في ذي قار وضمن مشاريع الدعم الطارئ وتنمية الأقاليم تستمر في المباشرة في العديد من المناطق السكنية والشوارع الرئيسية والتي بدورها ستقدم تطورا عمرانيا حديثا يضيف رونقا لجمالية مدينة الناصرية العريقة لقناة ساكروس الفضائية علي صالح ذقار